اهلا بيكم وفقرتنا الاخيره ريمونتادا، والريمونتادا المره دي فيها تناقضات غريبه خلتنا محتارين احنا نفسنا واحنا شغالين الفقره. نادي الزمالك على ازمه مع الفريق السنغالي في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي ليس طرف واحنا بنؤكد على ده. كل اللي حصل ان احنا كاهلاويه اتكلمنا عن فكره ان البلد مستقره ومصر قادره على تنظيم كل شيء، ولكن الظروف الأمنية بيكون لها اعتبارات محددة. محدش اتكلم عن ان الجانب السنغالي موقفه صحيح او خطأ، محدش اتكلم ان هو بيقول ان الزمالك يتمنى يخرج من البطولة، ولكن فوجئنا بكلام احنا نفسنا محتاجين نقف عنده من استاذ احمد جمال في قناة الزمالك. نشوف الفيديو. نتكلم على موقف الذين لو انت هاجمتهم زي ما احنا دلوقتي بنتكلم على مذيعين زي شوبير مثلا، لما تيجي تتكلم على الزمالك هو بيمثل مصر في بطولة افريقيا، المفروض ان انت وان واي تاخد او يعني طريق واحد تاخد اتجاه الممثل المصري في الكرة الافريقية في البطولة الافريقية وتدافع زي ما منتصر قال وتجيب كل الدفوع على ان الزمالك هو الذي يتأهل وتجيب كل ده بشكل اعلامي لصالح الوطن لصالح مصر. الحيادية في هذا الامر من وجهة نظر الاعلامية مش مطلوبه، لان انت في الاخر بتتكلم عن قضيه وطنيه. فكرتوني يا من تدعون ان انتوا بتتكلموا بشكل اعلامي محايد في وقت المفروض بالنسبه لمصلحه البلد ما يبقاش فيه حياديه فيما يخص مصلحه الزمالك ممثل مصر. فكرتوني بماتش مصر وزيمبابوي، فاكرينه؟ اه طبعا. اللي احنا ما لعبناش كاس عالم بسبب الاعاده، بسبب ان الراجل جه والبطل جاب البتاع. يعني يا سيدي بكل الدنيا لو في حاجات زي كده عشان البلد اصل يقول لك ايه، تيجي تكلمه لك ايه، اصل انا مخرج فانا لازم اجيب اللقطه وبتاع. اللقطه دي خلت مباراه زيمبابوي تتعاد، مش مراقب المباراه كمان، مش مراقب ده اللقطه المراقب دي والمراقب برضه كتب، خلت المباراه تتعاد وتروح نروح ليوم ما نصعدش كاس عالم. الحياديه مش مطلوبه، دي قضيه وطنيه. طبعا الكلام الكبير ده الكلام جميل جدا 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 وما نقدرش نختلف عليه، بس نحب نشوف أستاذ أحمد جمال هيرد على أستاذ أحمد جمال ويقول له إيه. قدرا طبعا هتلاقوا أن مجموعة النادي الأهلي المجموعة الرابعة هي المجموعة الأسهل. كرة عمرو مصطفى فهمي أو كرة الاتحاد الأفريقي دي مش قصتي دلوقتي، يعني دي مش قصتي، ولكن أنا بقول أن نادي الزمالك عنده ماتش صعب جدا، وعمرو عمل اللي هو عاوزه، وإحنا يعني بنتفرج على المشهد. عمرو مين؟ واحد اسمه عمرو، عشان ما حدش بس ايه يمسك عليا غلطه. في واحد اسمه عمرو، عارفين مره مش عارف ايه، عارفين مين الشاطر مش عارف اسمه عمرو، هو شاطر اسمه عمرو. خلاص كل واحد بيعمل اللي هو عايزه دلوقتي، وفي الاخر انتوا كلكم عمالين تموتوا نفسكم علشان الدوري، في الاخر علشان ايه؟ علشان افريقيا. افريقيا لها سكتها، افريقيا ليها سكتها في اسقاط واضح ان الامور بتدار بشكل مختلف لمصلحه فرق. انت بتحاول تقول ان النادي الاهلي او الانديه الاخرى ليك بتاخد البطولات او بتكمل في افريقيا بشكل فيه تلاعب يا اسامه، وكنا واضح من شويه شك واضح في فكره ده إن طعم واضح مش محتاج تفسير. بعد ما قال عمرو مصطفى فهمي يقول لك كان في واحد اسمه عمرو فهمي، اكيد طبعا. انا الحاجه الوحيده اللي استفاد منها عمرو فهمي بخروجه من الاتحاد الافريقي ان الراجل ده تخلص من كم ادعاءات وافتراءات كاذبه عليه لا يمكن يتخيلها احد. هنكمل في المنهج ده يا احمد، ولسه اساسا هنشوف كم تناقضات رهيب جدا. لا ده انا عايز اعلق على نقطه كمان هو قالها وكويس جدا ان الاستاذ احمد جمال لفت نظرنا فيها، وهو بيتكلم عن مباراه مصر وزيمبابوي. نفس الامر اللي احنا كنا بنتكلم فيه مباراه النادي الاهلي والترجي. المهم ان اللقطه بتاعت ازارو اصلا ما كانتش في ال 90 دقيقه بتاعت المباراه، اتسربت اللقطه او طلعت اللقطه، وقرار فوري من الكاف بعقوبه ازارو، والعقوبه الذكيه عقوبه مباراتين، لان لو ثلاث مباريات الاهلي كان ممكن يطعن فاللاعب يلعب مباراه النهائي او العوده. لا ده فعلا بسبب مخرج اتوقف المهاجم الاساسي في الوقت ده للنادي الاهلي، وتعرض كمان باتريس كارترون لمحاولات ومضايقات وطلبوه للتحقيق، وموضوع كبير جدا عشان لقطه. فيا استاذ احمد جمال اوعى تنسى اللقطه دي، ومش بس ان انت شككت في القرعه، اوعى تنسى كمان موقفك وقت ازمه مباراه الاهلي والترجي، وازاي كنت صانع للازمه مع كابتن رضا عبد العال لما كان في مداخله معاك. نشوف الفيديو ونرجع نعقب عليه. انت خدتني
خدتني انت خدتني في فنيات. انا عفوا يا كابتن، احيانا كثيرة جدا لما المباراة بتدخل في تفاصيل غير الفنيات فممكن ما نتكلمش فيها قوي. احنا بنتكلم على حكم مباراة هو حديث الجميع في القارة الافريقية الان، بعد التقنية اللي هو النهاردة لغاها بعناده واصراره، الحكم ده لازم يتوقف. لو الاتحاد الافريقي قوي والاتحاد الافريقي مالوش نية ان هو يوجه البطولة للنادي الاهلي، وانا بقولها لك على الملأ اهو، ولو اثبتت عليه كمان ان هو كان واخد رشوة او مش واخد رشوة، لان النهاردة دي فضيحة. ده فضيحة لمصر قبل ما كل النادي الاهلي. شفت فيلم مرجان احمد مرجان قبل كده كابتن؟ لا يا كابتن. عماد متعب في لقطه شهيره جدا عمل كده قبل كده، وكانت لقطه شهيره جدا ان في اشاره ان الحكام بياخدوا فلوس او ان في حاجه غلط بتحصل. ايوه، وعمل بايده كده اللي هي الدولارات. يعني انا اصلا اكيد اهل مكه ادرى بشعابها، يعني اهل مكه ادرى بشعابها. الحقيقه يا استاذ احمد جمال، من اول مداخله كابتن رضا عبد العال هو اللي جر كابتن رضا بعلي الكلام عن الحكم. هو بيقول له انت خدتني فنيا، انا مش عايز دي، انا احمد جمال مش عاوز دي، انا عاوزك تاخدني لسكه الحكم. فيدخل كابتن رضا عبد العال في ليله المباراه يتكلم عن رشوه بدون سند او دليل في ليله المباراه، بدل ما يقول مبروك للنادي الاهلي، لا ده دخل يتكلم وبيهدي للجانب التونسي هديه على طبق من ذهب. ده الحكم ده ممكن يكون مرتشي، وحقهم عليه يكون مرتشي لانه ارتكب خطا. يعني ما قالش الخطا ده وارد، الحكم وقع في خطا فادح، لا ده كمان اسال النادي الاهلي بفكره ان في رشوه. موضوع صعب جدا، وقادوا الاستاذ احمد جمال للنقطه دي. يعني كابتن رضا داخل يتكلم فني، قال له انا مش عايز اتكلم فني، كلمنا الحكم. لا والله بجد الواحد متنرفز، انا عمال اسمع الكلمه بتاعه قضيه وطنيه، الحياديه مش مطلوبه، وفي نفس الوقت زي ما انت قلت انا بصنع ازمه. ده هنا انا مش حيادي ولا بشارك، على الاقل يا سيدي كنت تكتفي بالحياديه. لا ده انت بتصنع ازمه للنادي الاهلي، انت بتروج، انت بتفجر فكره عشان تقول ان النادي الاهلي كان فيه رشوه وكانت البطوله موجهه او كان مباراه الذهاب فيها تدخل، وده اللي شحن في مباراه العوده. بس هل دي كانت صدفه ولا ده منهج؟ احنا لو رحنا لكابتن خالد الغندور اللي دلوقتي بيقول انتوا مالكم، ومع ذلك انا باكد احنا مش طرف في الموضوع بتاع الفريق السنغالي اصلا، وفعلا ملناش دعوة، احنا لما اتكلمنا عن مصر اللي كلنا بننتمي ليها، ما قلناش اي حاجة تانية، وما تدخلناش انت صح او انا غلط او مين اللي صح او مين اللي غلط. ولكن كابتن خالد الغندور اللي دلوقتي بيقول كده، نشوف بالفيديو كان بيقول ايه في نفس الاجواء اللي كانت بتشحن ضد النادي الاهلي ده. تقييمي للحكم هقول لك حاجة واحدة اولا عايز اقول مبروك للنادي الاهلي مباراة الذهاب، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس ادارته ولاعيبته وجهازه الفني، ومبروك للشركه الراعيه بقياده محمد كامل. وشها حلو على النادي الاهلي. وشها حلو. تاني بقى للمباراه. بس انت بتكلم احمد جمال، ايه اللي دخل الشركه الراعيه في الموضوع دلوقتي؟ لا ما هو الشركه الراعيه جزء من نجاح النادي الاهلي، لازم يكون الشركه الراعيه، لان الشركه الراعيه هي اللي بترعاه، وهي في حاله فوز النادي الاهلي ده شيء بيسعد الشركه الرعايه، وهي لسه كمان واخده يعني الرعايه قريب يعني، وبيسعدها لانها بتزيد من مكاسبها الماليه، وهيروح كاس عالم الانديه. فانا ببارك للجميع بما فيهم الشركه الرعايه بمحمد كامل. انت بتكلم احمد جمال، ما تقوليش الشركه الرعايه وتعديها كده. لكابتن رضا عبد العال الكلام مختلف. يا كابتن انا ما بتكلمش في الفنيات، لا هو واضح ان انا هنا جزء في صناعه الازمه. ما جيش بقى اقول الوطنيه والحياديه وان احنا المفروض نلتف كلنا في موقف واحد. يا سيدي حتى لو انا بقيت محايد وانت رافض ده، على الاقل انت واخد اتجاه تاني. فكابتن خالد الغندور يعني الحقيقه كان يعني محاسب جدا. طبعا هو تخلص كابتن خالد الغندور، او يعني المنهج بتاعه ان هو ما كانش يبارك للنادي الاهلي، ورفض ان هو يبارك للنادي الاهلي على حصوله على الكونفدراليه، اخر بطوله افريقيه خدها النادي الاهلي، على اساس انها بطوله ضعيفه. ده بتصريحاته المره دي بارك عشان يوصل الفكره ان هو يبارك للشركه الراعيه. يمكن عشان المداخله كانت على التلفزيون ومنقوله وليله المباراه، كان كابتن خالد حنين شويه في الكلام، لكن لما طلع لايف يكلم الجماهير، تعالوا نشوفه اتكلم قال ايه عن الحكم مهدي عبيد، وكان كلامه ازاي عن فكره رشوه الحكم. نروح بقى لمهدي عبيد ال 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 الحكم الجزائري. اقول لكم بس بعض المعلومات المهمه، الدنيا راحت فين. هل تم التحقيق معاه؟ فعلا تم التحقيق معاه وتم ادانته. وبقول لكم ان المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي عمرو مصطفى مراد فهمي مع في مجمل الكلام اللي بيتقال ان هو ما عندوش مشكله ان يتم ادانه مهدي عبيد، ولكن الادانه بتكون بعيده عن النادي الاهلي وبعيده عن مجلس اداره النادي الاهلي. حتى
لو هناك اشخاص او شركات او اي حد تدخل ل انه يخلي الحكم ما يكونش فير في المباراه فهذا ليس له علاقه بالنادي الاهلي ومجلس ادارته. وان في حاله ادانه مهدي عبيد وهي قد تحدث خلال الايام اللي جايه الاعلان الرسمي لن يدان النادي الاهلي ولن لن يتم استبعاد النادي الاهلي 3 سنوات. وان الادانه قد تكون لاشخاص شركات وطفر بعيده تماما عن مسؤولي النادي الاهلي. وده اللي حصل يا جماعه في جنوب افريقيا والسنغال، اما الحكم لامتي الحكم الغاني تم ادانته رسميا بالرشوه واعترف. شوف، هو الكابتن خالد غندور عاوز الحكم يكون مرتشي، لكن احنا او عمرو مصطفى مراد فهمي هيلعب على فكره ان مش النادي الاهلي هو اللي عمل كده وان الشركه الرياضيه هي اللي عملت كده. يا كابتن خالد، النادي الاهلي نادي مصري، النادي الاهلي يا كابتن خالد يا حديثكم عن الوطنيه، يا انتوا مالكم بتتكلم عن النادي وبتحطوا في وضع اتهام في فكره رشوه موجوده بس في خيال الاعلام الابيض، لان الحكم المرتشي بيتوقف مدى الحياه او بيتشتم مدى الحياه زي ما انت جبت وقلت لمبتي اللي النادي الاهلي اتظلم قدامه، هو فعلا اتوقف او اتشطب مدى الحياه. يا كابتن خالد، انت في اعتراف من الاذاعه التونسيه بتقول او بتقر بانك مش بس صانع الازمه داخليا، ده انت كمان ساعدت الجانب التونسي كتير جدا. تعالوا نشوف الاذاعه التونسيه او لقاء في الاذاعه التونسيه بيتكلم عن معد معاك اسمه ماهر جنينه قال ايه، ونرجع تاني. الحكم مش نحكي لك وياك عبوه كتير كما حدا السباح. اول الاسبوع هذا حكي معايا صحفي من مصر، صحفي هذا يخدم في قناه ال تي سي نسميه مثال ماهر جنينه اسمه، يخدم مع خالد الغندور في نفس البرنامج مختص في الكره الافريقيه. حكي لي واقع اسمه حكم ظهر الكاف اعلنت عليه قبل يوم واحد هكا ولا ايه؟ هو من اول الاسبوع من هلا حد يمكن قال لي الحكم مش يكون مهدي عبيد شرف، ومن هكا انه الاهلي بوساطه من شركه اماراتيه نسميها مثالش اسمها بريزونتيشن اللي هي واخذه النادي الاهلي وتعمل في برومو وتحب تجيبه يلعب مونديال الانديه، قال الشركه هذه نظمت امورها مع الكاف باش 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 الحكم معناتها باش يكون مع الاهلي. بون الحقيقه كذبته انا وقتها، قلت له صحيح في ماتش في النهائي كيما هذا العينين الكل عليه صعيب باش يكون كيما هكا، لكن بصراحه الكلام اللي صار تعين اسم الحكم اللي طلع نفسه واللي صار البارح في المقابله نتاع البارح اكد لي الكلام نتاعو. نربط بشكل واضح ماهر جنينه معد مع كابتن خالد الغندور. ماهر جنينه مع كابتن خالد الغندور اللي اتكلم عن الشركه الراعيه وهو اول من اثار ده. نيجي بعد كده لخطاب مفبرك. لا بس قبل ما نوصل للخطاب انا عايز اقول حاجه. الحديث بس عشان الراجل بيتكلم لهجه تونسيه ربما البعض ما يكونش فاهم. ده هو كلمه من قبل المباراه بيوم، واخد بالك؟ وقال اتصل بيا يعني كمان بيستبق الاحداث بالزبط. قبل المباراه بيوم. ولما قال له اتصل بيك وتطلع مكالمه خاف لان الشركه الراعيه ممكن تاذيه هنا في شغله في الاعلام في مصر. يا كابتن خالد، قبل المباراه وبتبعتوا التشكيكات دي وكمان بتبعتوها بشكل خاطئ، استعرض معانا احمد الخطاب اللي بيقول بنك اصلا الشركه الراعيه مالهاش في البنك ده. مفبرك اتبعت من شركه بريزنتيشن بما معناه ان النادي الاهلي خرجت منه رشوه، اللي استدعى ان شركه بريزنتيشن خرجت بيان صحفي. انا هنا يا احمد بتستوقفني حاجه، احنا عرضنا البيان والخطاب الناس كلها عارفاه، انما احنا يا جماعه هنا عايزين نقف عند حاجه مهمه جدا. دي يا احمد ازمه صنعت بايادي مصريه، واحنا بنحضر للفقره. انا فعلا ازاي ده عدى؟ لا بجد ازاي ده عدى؟ كان معين الشعلاني مدرب الترجي في ذروه فرحته بالبطوله وجه شكره للاعلام المصري، رد لهم الجميل طبيعي يعني بالمناسبه يعني. احنا هنا طرف الاعلام الزملكاوي، الاعلام الزملكاوي اللي واقف جنبنا في ازمتنا. لا وانت تقدر تربط الخطوط بسهوله، معد اتكلم في حاجه، مقدم البرنامج اتكلم فيها بنفس الشكل، اتصدرت ازمه واتشحنت الاجواء، راح ان الفريق بتاع النادي الاهلي استقبل بالطوب واللعيبه اتضربت وكان في شحن، كل ده مين اللي خلق؟ لا واتحرمت من مهاجمك الاساسي وتمت كمان هددت او نددت بالمدير الفني بتاعك، وكمان مدرج الميراج زاد ودخلت جماهير الترجي، موضوع كبير جدا وازمات كتير جدا اتصنعت من قبل مباراه الذهاب. ده دي الكارثه، من قبل مباراه الذهاب الخطاب او المكالمه بين ماهر جنينه والاعلام التونسي. الكابتن خالد بيتكلم عن الحكام المرتشيين. يا كابتن خالد، اي حكم ثبت في افريقيا ان هو خد رشوه كان اضر الاهلي بخطا فادح. في 2010
لمبتي اللي حضرتك ذكرته بالاسم ده أضر الأهلي بخطأ فادح في الدور نصف النهائي، مش النادي الأهلي بتاع الرشوة يا كابتن خالد. ده الأهم كمان يا كابتن خالد للناس اللي بتقول أنتوا خايفين الزمالك يصعد يقابل الأهلي في أفريقيا، بالعكس احنا في اشد الاحتياج لصعود الزمالك، وربنا يوفق الزمالك ويكون في قرعه دوري ابطال افريقيا في 2009، لان ده لحسن بالفعل على النادي الاهلي. احنا واجهنا الزمالك في كل البطولات اللي النادي الاهلي حقق اللقب فيها، المباراه الوحيده اللي خسرناها كانت برضو بحكم ثبت عليه الرشوه كابتن خالد باترس ماتابيلا، حكم مباراه السوبر الافريقي. اي مباراه افريقيه ثانيه السوبر الوحيد اللي كسبه ده المباراه الوحيده اللي الزمالك كسبها، اي مباراه افريقيه ثانيه مفيش طبعا، والحكم ثبتت عليه الرشوه فيما بعد. عايزين بقى هم خدونا الحتة تانية خالص برضو على هامش ان احنا طرف في الازمة. طيب انت ما بتلعبش في الاسماعيلي في الاسماعيلية ليه او في بورسعيد ليه وانت بتتكلم عن الدواعي الامنية؟ طيب يا جماعة احنا هنا بنتكلم على الدواعي الامنية، مش احنا معترضين الزمالك يلعب فين، احنا كنا بنتكلم في جانب اخر خالص، ان احنا بنؤكد ان مش معنى نقل مباراة من مكان لمكان ان البلد غير امنة. انت عارف والله لو يتقال بالاسلوب بتاعك ده جماهير النادي الاهلي مش هتبقى مستفزه، مستحيل والله. لكن الكلام بيتقال لو انت ذكر كده، انا اسف طبعا، في روح العب في الاسماعيليه يا جماعه، مش كده. جماهير كره القدم شباب، نهدى شويه على الشباب، احنا كلنا في الاخر مصريين. انا اهلاوي مصري، مصري اهلاوي، اخويا مصري زملكاوي، ده اسماعيلاوي مصري في النهايه، في النهايه اخوه. ما تخلوش فكره الكوره توصل لحد التعصب والمشاجرات والحاجات أحمد الامنيه دي. احنا تناولنا في الحلقه اي حاجه تمس او تمس موقف نادي الزمالك في الموضوع، ولا هنتعرض. هل ساندنا الجانب السنغالي في اي بالعكس. حاجه بالعكس، احنا بوريك انت بتعمل معايا ايه. نشوف الفيديو الخاص بموضوع الجماهير واللعب في الاسماعيليه ونرجع عندنا تعقيب مهم عليه. وانا لو عملت مداخله تليفونيه وهاتفيه دلوقتي مع مدير امن اسماعيليه، انا بقول لكم واكاد اجزم بحكم ان انا اثق جدا في الداخليه المصريه، في وزاره الداخليه، واثق جدا في كفاءه كل المسؤولين الشرطيين في مصر، فانا اعلم تماما ان مديريه امن اسماعيليه قادره على انها تامن مباراه الاسماعيلي والاهلي في بطوله افريقيا مثلا او في بطوله الدوري. انا بقول لكم الكلام ده وعلى مسؤوليتي، لان انا اثق في وزاره الداخليه المصريه. طيب ده يا جماعه ايحاء واضح ان مفيش مشكله امنيه ان النادي الاهلي يلعب في الاسماعيليه، ولكن بيتم اختلاق الكلام ده عشان النادي الاهلي ما يلعبش في الاسماعيليه. رد واحد بس، الاسبوع ده الاسماعيلي لعب مع النادي المصري، لا لعبوا في الاسماعيليه ولا لعبوا في بورسعيد، الاثنين لعبوا في برج العرب. طب انا عايز اعرف هنا الان النادي الاهلي مش طرف خالص يا احمد، ايه اللي هيخلي المباراه تتلعب في برج العرب والاهلي مش طرف؟ في اسباب وتحفظات امنيه، ما ينفعش يا جماعه نروج على لسان الامن لحاجات احنا مش عارفين ابعادها. الاهم يا فارس ان ده كلام بيثير الفتنه فعلا بين الانديه، جماهير الانديه. احنا النادي الاهلي مش معترض على انه يلعب في اي مكان في مصر، لان في النهايه ده وطننا جميعا، لكن الفكره كلها في لائحه، واللائحه واضحه وصريحه. تعالوا نشوف الحاج عامر حسين وهو بيعقب على موضوع لاعب الاهلي في الاسماعيليه من عدمه، عشان نرجع نشوف مين اللي مظلوم في المساله دي، الاهلي ولا الاسماعيلي. شوف فيديو الحاج عامر حسين. لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه ما فيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا، كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراة الثانية في الإسماعيلية. اللوائح بتريح والله. الموضوع كله إن النادي الإسماعيلي هو اللي مطالب إن هو يجيب الموافقات الأمنية لأي نادي يجي يلعب في الإسماعيلية. طيب، الحاج عامر حسين سهل الأمر خالص وقال بمنتهى الوضوح والصراحة، أنا عشان ما أظلمش الإسماعيلي وعشان عارف إن هو مش هيقدر يجيب الموافقات الأمنية من الإسماعيلية وهيضطر يجيبها في ملعب ثاني وليكن السويس أو برج العرب، بس في الحالة دي هيجي يلعب النادي الاهلي في القاهره، لان النادي الاهلي هيستطيع يجيب الموافقات الامنيه للاعب الاسماعيلي في القاهره، ودي مش خاصه بعلاقه النادي الاهلي بمراكز قوه او ما شابه، ولكن خاصه بان مفيش ازمه واحده حصلت لباص الاسماعيلي في القاهره، مفيش ازمه واحده حصلت للاعبي او جماهير الاسماعيلي في القاهره بعد المباراه. اللي كان بيحصل دايما ان الاحتجاز بتاع الامن بيكون للاعيب النادي الاهلي في الباصات، ان لاعبتنا تقعد 6 ساعات ما تقدرش تخرج من الاسماعيليه، هي دي كانت المشكله اللي للاسف بعض الاعلاميين بينفخوا بالفعل في النار
عشان يوصلوا الأزمة لكده. عايز أقول لك حاجة مهمة يا أحمد، عارف إيه اللي هيخلينا ما نعرفش نرجع نلعب في الإسماعيلية؟ والله العظيم الكلام ده بالظبط، الكلام بتاع إن أنتوا مظلومين وكأن النادي الأهلي هو اللي عمل حاجة خلتنا ما نلعبش في الإسماعيلية، والجمهور اتشحم بتاع الإسماعيلية. طول ما إحنا بنعمل كده فعلا مش هنعرف نلعب في الإسماعيلية. والحاج عامر حسين حسم الأمر، قال أنا عشان النادي الأهلي هيلعب في القاهرة فما ظلمش الإسماعيلي، فقلت المباراتين يتلعبوا في برج العرب. أعتقد الأمور واضحة تماما، أعتقد رسالة للناس اللي ممكن تقول انتوا ليه بتتكلموا او بتتعرضوا. الحقيقة المفاهيم الخطأ لازم تتغير. احنا هنا مبدأنا من اول حلقة قلنا نتناول بلا تطاول، لان احنا في مسابقة واحدة، احنا رد فعل بنرد على الافتراءات اللي بتكون على النادي الاهلي، بنرد بمنتهى الاحترام اللي تعلمنا عليه او تربينا عليه في النادي الاهلي، بنرد كمان من خلال حجج وبراهين وادلة ثابتة للجميع. انا مش معترض ابدا ان انت تتناول النادي الاهلي، انا معترض تماما ان انت تتطاول على النادي الاهلي، انا معترض تماما ان انت تتجاوز في حق النادي الاهلي، بمغلطات. انا معترض تماما ان انت تتعامل معايا بمغالطات في حق النادي الاهلي، لان في الاهلي خط احمر مش هنسمح بكده. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.